أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الاضطرابات الشخصية كلنا بنعرف أنه بتتشكل شخصية الإنسان بنسبة 90% خلال 7 سنوات الأولى، وبتتأثر بالجينات الوراثية والبيئة المحيطة بها، بما في ذلك طبعا التربية والمجتمع والمدرسة والتفاعلات والمواقف اللي بيواجهها الإنسان. اضطرابات الشخصية بتمثل نمط غير صحي للتفكير والتفاعل والتصرفات وعدم المرونة في التعامل، وهذا يمكن أنه يؤدي لمشكلات مع المحيط والمجتمع. ممكن يكون الشخص نفسه غير قادر على أنه يتعرف على نوع الاضطراب اللي عنده وشو المشكلة اللي عنده، ربما ما بيبحث عن علاج إلا بفعل ضغوط محيطة. إذا حدا حكى له أنت غريب يا أخي، أنت صعب، أنت طريقة تفكيرك مغلبيتك ومغلبيتنا، بتعمل لنا بتثير مشكلات، فبالتالي بيضطر أنه يبحث عن هالمشكلة وشو هالاضطراب اللي عنده ويروح يعالجه. لكن بالتأكيد مشاهدينا الموضوع جدا مهم، الاضطرابات الشخصية، كيف نقدم الدعم النفسي والعلاجي لهدول الأشخاص اللي بيعانوا من هالاضطرابات الشخصية لنساعدهم على أنهم يتغلبوا على هالتحديات النفسية والاجتماعية، ونساعد عائلاتهم في التعامل مع هالمواقف بفاعلية. ما بدي أطول عليكم لأنه ضيفنا أكيد حيسعفنا في هذا الموضوع، وهو أكيد يعني الاستشاري في العلاج النفسي والخبير ولسنوات طويلة، فبالتالي أكيد حيكون اليوم حديثنا حديث جدا مهم وممتع مع ضيفنا الدكتور يوسف مسلم، استشاري العلاج النفسي والمدير العام لمركز كلمة للعلوم السلوكية والمعرفية. أهلا وسهلا يا دكتور. يا أهلا فيك، حياكم الله. حياكم الله وبيتك عامر. وبيتك عامر إن شاء أكيد الله، وبيوتنا جميع المستمعين والمشاهدين يا رب. بيوتنا وأوطاننا بتعمر لما بيكون عنا توازن نفسي، بيكون عنا نفوس سوية، بيكون ما عنا اضطرابات. لكن للأسف دكتور، يمكن هالمقدمة ولن أضيف عليها، عنا كثير مشاكل وهي اللي خلتنا فعلا نحكي بهذا الموضوع. نعم. فالمايك معك، ولن أقاطعك يعني كثيرا حتى نعطي مجال إنه نستمع أكثر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا بشكرك، بشكر فريق الإعداد حقيقة ولاختياركم الموضوع. ممكن يكون يعني في بعض الآراء يعني نعدل عليها قليلا حتى يكون الموضوع أكثر علمية. وبلشت ببيتك عامر، وهاي البيوت اللي بدنا إياها تكون عامرة، هاي البيوت تعمر بالتواصل، بالحب، بالتراضي، بسواء الأنفس. ودايما بنحكي في كثير من الناس على قيد الحياة، لكن كم شخص منهم على قيد الأمل؟ جميل. حتى نكون على قيد الأمل، على قيد تواصل جيد ومحبة وود ووئام وعلاقة بالمعروف في داخل هذه البيوت، بدنا ننظر للأشخاص وننظر لمشاكلهم. جميل. والمطلوب اليوم إنه نحكي شوي عن اضطرابات الشخصية. حتى نوضح الموضوع بدنا نشوف إنه في الاضطرابات النفسية عموما لازم نتنبه إنه زي أي مشاكل صحية ممكن يواجهها الإنسان، يعني في أمراض العين، في أمراض العظام، في أمراض الجلد. صح. في عنا تصنيفات بتخص إنه في ناس يعاني من اضطرابات تتبع الاضطراب النفسي. لكن هون في محطة صغيرة بدنا نتوقف عندها، واللي هي موضوع بنسميه الوصمة. إيش الوصمة؟ الوصم والمعابة اللي أحياناً تدور حول الموضوع إذا الشخص مصاب بواحد من الاضطرابات مهما كان هذا الاضطراب. وأحياناً المبالغة اللي منشوفها اليوم من الناس إنه كل إشي وكل سلوك وكل تصرف عمالهم بيوصفوه إنه هذا اضطراب وهذا مرض، وكأنه المرض والاضطراب النفسي صار مسبب يسبوها على بعض. صحيح. هذا مؤلم حقيقة. صحيح. هذا مؤلم، وهذا اللي بيخلي الناس ما تروح وما تبادر إنها تعالج، حتى ما يصير عرضة لإنه والله فلان أول كلمة بيحكوه مريض نفسي. صحيح. عنده مرض نفسي. ممكن توصل الأمور لأنه هذا عقله متعبه مجنون، ممكن يحكوا هذا الكلام. للأسف هذه الكلمات، وهذا جزء من اللي يعني غالبا مثلا لما الناس بدها تحجز استشارات معنا بتصلوا بس ما بدي حدا يعرف. ما بدي كذا، بنتقبل بالضبط هذا الكلام، بنتفهمه، انتبهوا لكل شيء، لأنه أصلا عملنا قائم على سرية عالية تحديدا لأنه جزء من الناس. الحمد لله طبعا الثقافة اليوم كتير أحسن، إقبال الناس على طلب الخدمات كتير أحسن، بس من خلال هذا المنبر ومنابر عديدة بنقدم للناس ونقول إنه الاضطراب النفسي اضطراب ليس حكرا على أحد، ممكن يصيب أي شخص. هلأ بدنا نتنبه برضو، رغم إنه ممكن يصيب أي شخص، لكن لا يعني بنفس الوقت إنه كل إشي بيصدر عن الناس عبارة عن اضطراب. تمام. وخلينا يعني بتشبيه بسيط نحكي إنه في عنا مشاكل زي لما تكون مزكم شوي، تمام،
وهي مشاكل ضغوط نفسية بنتعرض لها، أشياء معينة، عادات سلوكية مش عاجبتني بحالي، تواصلات مش مزبوطة، هاي نوع من المشاكل. هل منساعد الناس فيها؟ نعم منساعد الناس فيها، لكن هل هي اضطراب؟ لا، نعتبرها مشكلات ممكن يمر فيها أي حدا، هذه لا يخلو منها بيت أو لا تخلو عند شخص في أي فترة من فترات عمره. صحيح. تيجي مشاكل شوي أعلى بشوي، اللي هي مشاكل تكيفية بنسميها، القدرة على التكيف. مثلا سيدة الآن أنجبت، فدورها كأم، دور الأمومة الجديد، هذا اللي جديد عليها، هي ما صدقت وتعرف حالها كزوجة فالآن أصبح عندها ولد، فقد تمر ببعض المشاكل التكيفية مع المرحلة الجديدة. ناس انتقلوا لبلد جديد، قد يكون هنالك بعض المشكلات التكيفية. تمام. اثنين خطبوا أو تزوجوا، في مشكلة في التواصل، فقد يمروا ببعض المشاكل التكيفية. وظيفة جديدة، مدرسة جديدة. نعم. أي شيء، أدوار جديدة في حياتنا، مراحل جديدة في حياتنا، محطات جديدة في حياتنا، روتين جديد تغير في حياتي، بيصير عندنا أحيانا بعض المشاكل التكيفية، هاي شوي أعلى من اللي قبل، وأيضا تنحل من خلال اختصاصات مثل اختصاص الإرشاد النفسي اللي دوره يتعامل مع المشاكل التكيفية. زي هاي بنعتبرها حالات بسيطة، يعني زي أعلى من البسيطة شوي، لكن تحتاج إلى انتباه. وإحنا ملاحظين قديش الناس اليوم لو بدك تشوف السيرش على المواضيع النفسية صار عالي جدا. صحيح. تمام. صحيح. لأنه الناس صارت أكثر وعي لهذا الكلام. هلأ الصنف الأول والصنف الثاني من المشكلات زي ما حكينا هذا منتشر موجود، تمام، لكن بضل الصنف الثالث اللي بيدخل ضمن تشخيص الاضطراب. وليش أنا بلشت بالصنفين الأوائل؟ الناس يعني بتحاول تعرف ايش هو الاضطراب، بس قليلين اللي بيسألوا طب ايش هو السواء. احنا لازم نفهم السواء، تمام، مشان ما نتهم الناس بالاضطراب اولا، ولما يكون في اضطراب حقيقي نعرف كيف نتعاطى ونتعامل معه، لانه صار في عنا اضطراب بحاجة لانتباه. فزي ما حكينا الزكام خفيف، هاي المشاكل اللي بنمر فيها اي حدا، رشح، تمام، رشح أكثر أو رشحة تكيفية أو إنفلونزا، هاي مشاكل تكيفية بحاجة نتعافى منها. لكن في عنا لما يصير زي يعني عافانا وعافاكم الله زي كورونا، يعني مرض حقيقي بحاجة لانتباه، بحاجة لمتابعة، بحاجة لمداوات، علاج، عزل، هون بندخل في يعني باب تخصصي اسمه الاضطرابات النفسية. هون بصير إحنا بحاجة لتخصص أكثر، لناس أحسنت. متخصصين في هذا. أحسنت. هلأ يعني الناس بحاجتها اليوم، الخدمات النفسية مهمة للناس، فكثير من الناس بتلجأ لكثير مسميات. الصنف الأول والثاني بيستفيد ممكن من شوية تدريب، من دورة تدريبية، من محاضرة تثقيفية، بس الصنف الثالث لا، هدول بدهم فعليا ناس متخصصين. زي لما نحكي واحد بنيته الجسدية مثلا هو كسول، بنيته خاملة، راح للنادي الرياضي ولعب، لكن لو كان عنده كسر بده يروح لطبيب العظام. صحيح. ويجبر هذا الكسر، وبعدها بده يروح مثلا للعلاج الطبيعي والتأهيل مشان يرجع يمشي ويرجع يأهل. يعني هذا في المرحلة الأولى بنفعه نادي، بنفعه كوتش، أخصائي تغذية، لكن ممكن في المرحلة الثانية بده طبيب مختص، بده علاج، بده دواء، بالضبط، بده تجبير، بده. طيب احنا الآن بنروحنا على المرحلة الثانية اللي هي أو الثالثة، اللي هي احنا بنروح للناس الأخصائيين اللي بدهم يعالجونا، لأنه أصبح الأمر اضطراب مرض بحاجة لعلاج. صحيح. هلأ اللي بدي أنوه لإله، إحنا في الأردن الحمد لله ومعظم الدول الآن قطعت شوط، المتخصص الحقيقي، وهي توصية لكل الناس، بالأصل يحمل شهادات عليا، لأنه ما بيصير نمارس المهنة للعلم تحت ماجستير. يعني إحنا الشرط لترخيص وزارة الصحة إنه يكون معك درجة الماجستير وتخضع لامتحانات معينة حتى تجتاز ذلك، ويكون عندك تدريب كافي وإشراف حتى تكون أخصائي قادر على التعامل مع هاي المشكلة. جميل. واضح. جميل. زي ما هو الطبيب، معلومة مهمة جدا طبعا، دكتور. زي ما هو الطبيب بيخلص طب وبعديها بيعمل سنة امتياز وبعدين ممكن يتخصص تخصص دقيق، نفس الشيء هاي الخدمات. تمام. فدائما تنبه إذا كان الموضوع بيدخل في ساحة الاضطراب، لا، بدك شخص متخصص يحمل ترخيص، لديه شهادات تدريب حقيقي في العلاج النفسي. فهون بيجي دور الأطباء النفسيين، أخصائيي علم النفس السريري، علم النفس الإكلينيكي، المعالجين النفسيين اللي معهم درجات عالية في العلاج. ممتاز. هون لأنه باب الاضطراب بده شخص يفهمه كاضطراب. يعني الكوتش تبع الرياضة بيفهم كيف يعمل لك تنشيط، بيفهم كيف يخليك أكثر، خلينا نحكي لياقة كفاءة ولياقة. نعم. لكن
ما بيعرف يجبر العظم المكسور، صحيح، ما بيعرف يعالج الكسور القوية. هاي لا، لها توصيف تاني بدها حدا يعالجها. ففي هذا الباب بتصنيف التشخيصات عندنا تشخيص أو تصنيف اسمه اضطرابات الشخصية. تمام. هلأ عادة احنا ما بنحكي انه الشخص عنده اضطراب شخصية إلا لما عموما يعني يكمل، بيكون في عنده معالم انه قد يكون، لكن تكتمل او يكمل من العمر 18 عام، لانه بنعتبر انه بعد ال 18 الان استقرت صفاته وسماته. تمام. شخصيتنا، تمام، هي طباعنا، هويتنا، طبيعتنا، السلوكيات اللي سلوكياتنا حلو. فتشكل شخصية، مرجعيتنا، ثقافتنا. لما بنحكيك مثلا أحد الناس اللي بتعرفيهم شو طبيعته الشخصية، بتيجي بتوصفي عصبي، نكد، مزاجي. فعموما نسبة وجود اضطرابات الشخصية تقريبا لا تتعدى 15% في المجتمع. هذا والله يا دكتور يعني ما شاء الله عليك. قرأت، ما أريد أن أسأل إنه شو نسبة وجودها هاي الاضطرابات الشخصية، وعلى ما بنسمع إنه في كتير صار حوالينا ناس والله تشعر إنه فعلاً عنده مشكلة، عنده اضطراب، لكن لأنك دكتور حضرتك يعني ميزت لنا شو هي الأمور، ممكن تكون بسيط فأكثر، فالآن الاضطرابات ممكن تأخذ فعلاً هاي النسبة. نعم، وبالتالي في ناس أصلاً يعني هو بيحاول يبرر لحاله إنه عنده اضطراب، وهذا بيصير، وأنا آسف في هذه الكلمة، مشان يخبي إنه لا هو لئيم حقيقة أو هو حقود أو حسود أو كذا. فهمتني؟ إنه مش بإيدي هاي مشكلة، مش بإيدي. يعني وفي ناس بيحاول ينفي هذا الشيء عنه رغم إنه الموجود عنده هو اضطراب حقيقي. تمام. وليش هذا الكلام؟ اليوم الناس عمالها كثير بتستخدم منصات التواصل الاجتماعي. صحيح. منصات التواصل الاجتماعي، أنا آسف بهالكلمة، إحنا المتخصصين ما عندنا الوقت الطويل نضل عليها 24 ساعة ولايف وكذا، فاللي عماله بياخدوا المشهد كاملا فاضين الأشغال، ناس فاضين أشغال غالبهم، أو بيحاول بكل الطرق الشتى إنه يسوق إنه بيقدر يساعد الناس. صحيح. فبلشوا يحكوا بكثير من الأشياء الغير الدقيقة. يعني اليوم بكل بساطة انتشرت كلمة النرجسية، انتشار النار في الهشيم زي ما بيقولوا. صحيح. كل واحد عنده شوية أنانية، عنده شوية فردانية في سلوكه، نرجسي، وهذا غير صحيح. اتفقنا انه نسبة الانتشار 15%. باختصار هو مش نرجسي، هو أناني أو فرداني جدا في طريقته، ويمكن من طبيعة الإنسان إنه بحب حاله، بحب ذاته، بفضل بالضبط. نفسه على الآخرين بالضبط. يعني فليش هذا التوصيف؟ لأنه إن كان الشخص يعاني حقيقة من اضطراب شخصية نرجسية أو أي اضطراب شخصية، هذا معناه إنه أنت بدك أخصائي يكون معك يساعدك، يساعده أولا ويساعدك كيف تتعامل معه في طرق متخصصة. لكن إن لم يكن ذلك به، لازم يتحمل مسؤولية سلوكه كاملة. تمام. واضح؟ تمام. يعني احنا نحكي لطلابنا، احنا مدرب الطلاب على العلاج النفسي، تمام؟ فبنقول لطلابنا ميز لما يجيك المراجع، تمام؟ وشو اللي بشبه لهم اياها؟ مثلا شخص مصاب بايده، يجي يضربك برجله ويقول لك انا لاني ايدي مكسورة، ما بترضى هذا الكلام، انت اهنتني وضربتني برجلك. فبالتالي في بعض الاضطرابات هي ما بتأدي إنه الشخص مثلاً يقل أدبه معك أو يسئلك أو يتعدى حدوده. واضح؟ فلازم نعرف هذا مش من الاضطراب، هذا من طبع الشخص. تمام. وفي اضطرابات لا، هي من طبيعتها ممكن يصير تجاوزات، لكنها تابعة لنفس طبيعة الاضطراب. ممتاز. وهذا فرق، لأنه في عنا يعني بعض التصرفات إذا ما فهمناها إنها اضطراب مش رايحين نعالجها. خلينا نعطي مثال دكتور، نقرب الصورة للمشاهد يعني أكثر. اضطرابات الشخصية عموما بإيش بتتميز؟ يا طريقة تصرفات وسلوك عن جد غريب، أو طريقة تفكير كثير غريبة، أو عدم القدرة على الضبط الانفعالي بالشكل المناسب. أنا هذا يعني اختصار شديد، لأنه ما بدي أصعب الناس وأدخلهم في كتب التشخيص كيف تقسم. هي تقسم لثلاث أقسام، بس أنا بدي أسهل الموضوع. ممتاز. من الأمثلة لذلك مثلا في عنا اضطراب الشخصية الوسواسية. اضطراب الشخصية الوسواسية، هذا مش الوسواس القهري، اضطراب الشخصية الوسواسية. الوسواس القهري شيء آخر وممكن يكون موجود أيضا عند هدول الناس. اضطراب الشخصية الوسواسية، شخص كثير دقيق ومشغول بالدقة والنظامية، وإنه كل إشي يكون ضمن كامل، معايير عالية وكامل. متفقين؟
هذا الشخص إن كانت أم حتلاقيها مع أولادها ما بترضى بالعادي، بدك تكون الأول الأحلى الأجمل الأفضل، وتمارس ضغط شديد على الأولاد لدائما يكونوا في أعلى المستويات، وبدها البيت نظيف وبدها كل البيت شيء في أنظف مكانه ما يمكن، وإذا عملت عزومة بدها يكون كل إشي أتم ما يمكن. هذا السلوك متعب إلها قبل الآخرين، صحيح. لأنه مستنزف إلها نفسيا، صحيح. متفقين؟ وأيضا في تواصلها مع الآخرين بشكل عبء عليهم، فبتلاقيها على الأغلب مثلا اللي عندهم اضطراب الشخصية الوسواسية، في ناس بيقول لك الكمالية، الكمالية هي سمة من سمات اضطراب الشخصية الوسواسية، لأنه في ناس عندهم شوية كمالية بس ما عندهم الوسواسية، اضطراب الشخصية الوسواسية، مشان نكون واضحين، تمام، لأنه تعود ببيته أنه يكون كل شيء تام، صحيح. لا، بس هي بتنزعج وممكن تكون مزعجة للي حواليها لدقتها، نظاميتها، ترتيبها، عدم قبولها بالأقل. فأنا دايما بوصفهم زي اللي يعني عينه دفتر مربعات وكل إشي بده يكون محسوب هندسيا، أي إشي طلع عن المربع طلع عن الحد فهذا الإشي غلط، ما بيصير، لازم يكون على معيار على حد بطريقة معينة. شو الصفات دكتور اللي بتظهر عليه إذا ما يعني صار اللي هو بده إياه؟ القلق. أها. وممكن يوصل قلق الشديد والتوتر حتى يدخلوا في حالات كآبة. فيعني مثلا السيدات بنلاقيهم مثلا إذا بدها تنظف لازم تنظف البيت من بابه لبابه الثاني، تمام، والنظافة حتى الزوايا أدق الأشياء، صحيح. فبنلاقيها دائما مجهدة ومستنزفة، تمام، للمعايير اللي بتحطها. تخيلي كل واحد كل إشي بده يعمله بأعلى معيار، هل هذا حيتعب وحيتعب الناس وما حيوصل للي هو بده إياه؟ فدائما إحنا مثلا بنبلش في العلاج على نعلمهم قاعدة وندربهم كيف يطبقوها، اللي هي لا تعمل الكامل، اعمل الكافي. جميل. لأنه مثلا تنظيف البيت في الحد الكافي، مثلا زي غرفة القاعدة أو غرفة المعيشة في البيت، تمام، لو هلا رتبتيها وظبطتها مستحيل تترتب أصلا، ما الكافي هنا؟ ما الكافي لدراسة الأولاد؟ ما الكافي في تنظيف السيارة؟ ما الكافي لشغلك؟ إذا كان عندك شغل بدك تسلمي مشروع مثلا، في سيدات بيعملوا أو رجال بيعملوا عندهم نفس الاضطراب، أو حتى يعني شباب في الجامعة، ما الكافي مثلا إذا بدك تسلم مشروعك؟ يعني في ناس مثلا بيكون في الجامعة بده يسلم مشروع، بمضي ثلاث أرباع الوقت وهو يعد عد عد عد، بآخر الوقت بيشتغل وبسلقه كيف مكان، صحيح، لأنه ما ضلش عنده وقت، صحيح. فإيش اللي بيصير؟ هؤلاء الناس بيصيروا يقعوا في مشكلة الأعباء النفسية، يعني كل إشي بصفي عبء، لأنه مجرد ما فكرت بدك تعمل الإشي أنت ما بتحكي عن ساعة وساعتين، بدك معيار عالي، وحتى وانت بتشتغل بأعلى معيار ما في سقف، يعني الإشي لما يكون له سقف بتعرف لوين، صحيح. فلعدم صحيح. وجود سقف بتحس إنه لساته ناقص، لسه ضايل، ممكن يكون أحسن، فأنت قلق، مكتئب، قلق، خايف، تعبان، مشهد. ثم المكون الأساسي اللي كثير مهم لأنفسنا، الرضا قليل، فبتصير غير راضي عن نفسك، غير راضي عن الأداء، غير راضي عن اللي عماله بتم إنجازه، فتقع فريسة الكآبة وانخفاض المزاج. جميل. إذن الموضوع خطير دكتور، يعني هو يبدأ باضطراب، يمكن البعض يفكروا أنه اضطراب بسيط، لكنه إذا إحنا أهملنا وما عالجنا هذا الموضوع تتطور الأمور، صحيح. يعني أنا المخرج للأسف عم بخبرني ضايل دقيقتين، مش مشكلة. فإحنا اختصارا دكتور، وما شاء الله يعني وضحت من خلال هالمثال، في علاج بتتحسن الناس؟ طبعا. هاي طبعا طبعا، هلأ في علاج حسب طبيعة الاضطرابات، في علاجات طبية نفسية، بدها علاجات دوائية، في علاجات نفسية زي العلاج المعرفي السلوكي، جميل. أو علاج شيء مبشر، إشي بنسميه المخططات المعرفية. العلاجات أحيانا تأخذ وقت، بدها جهد، بدها متابعة. ومعنى الشفاء بالنسبة لنا له معاني، أحيانا الشفاء هو تقليل هذه السمات، يعني تقليل مستوى الكمالية تصير ضمن المستوى اللي ممكن تقلقي وتتوتري، لكن ما يصير عبء عليك في كل حياتك وفي كل التفاصيل، تمام. فحتى معنى الشفاء والتعافي له معنى، لأنه مثلا، وأنا آسف في دقيقة اللي بدي أحكي، كلنا بنقلق، بس قديش مستوى القلق الصحي؟ مشان هيك حكينا عن السواء، صحيح. كلنا ممكن مزاجنا ينزل، بس قديش ممكن يكون نزول المزاج أو هبوط المزاج صحي وطبيعي؟ فإحنا بنرجع الشخص لأقرب ما يمكن لخط الطبيعي، حتى لو أعلى بشوي، تمام، لكن بصير أكثر ارتياحا في حياته، أقل تعرض للضغوط. هلا في اضطرابات صعبة حقيقة، من اضطرابات الشخصية بدها علاجات طويلة، بدها متابعات طويلة، نسب الشفاء فيها، وهي بعض الاضطرابات الصعبة، مشان يعني ما يفهم الناس إنه والله هي كبسة زر، لكن اللي منحذر منه من جديد
بدك أنت متخصصين حقيقيين في الموضوع، لأنه إذا رحت في شخص رجله مكسورة لنادي رياضي حيلعبوا الكوتش فيكسر رجليه التنتين صحيح. ويسبب له صحيح. إعاقة صحيح. يعني إذا دكتور بدنا نحكي بالنقاط الذهبية، وكل كلامك ذهب بارك الله يجزيك الخير ويبارك فيك، لكن المهم جدا في الحديث إنه إحنا نعرف لمين نروح، وإنه أنا فعلا أقدر أشخص حالتي حتى أبدأ بالعلاج، وإنه يكون عندي صبر وطولة بال، وإني بقدر أوصل لمرحلة إني فعلا أعالج الحالة وإن لم يكن يعني علاج نهائي. دكتور بدنا نأخذ منك وعد إنه أنت تكون فعلا حضرتك ضيف يعني دائم على بيتكم عامر. أنا جاهز والله، أنا لعمار البيوت جاهز دائم. الله يجزيك الخير إن شاء الله. عمر الله بيتك وبيت المستمعين جميعا إن شاء الله، والاستوديو تبعكم عامر كمان. الله يبارك فيك. أكيد بوجودك دكتور يوسف مسلم، يعني إحنا كما كنا نقول قبل الهواء وقبل أن نبدأ التصوير، إنه فعلا إحنا عم بنواجه مشاكل، وصرنا زي ما تفضلت في ثقافة الآن، الناس صارت تعرف إنه هاي مردها لأمور قد تكون عقد نفسية، كلكيع، اضطرابات، فبالتالي صار في ثقافة، فخلينا إحنا نزيد هالثقافة، ثقافة باستضافة أهل الاختصاص، وحتى فعلا نزيد الوعي بهالموضوع، لأنه في مشاكل ولا يخفى عليكم، وإحنا جاهزين أكيد. الله يجزيك الخير، بارك الله فيك، وشكرا لك، شكرا لفريق الإعداد، شكرا لقناتكم، ونسأل الله التوفيق للجميع. العفو، الشكر موصول لك الدكتور يوسف مسلم، الاستشاري استشاري العلاج النفسي والمدير العام لمركز كلمة للعلوم السلوكية المعرفية، وكان مشاهدينا حديثنا حول اضطرابات الشخصية، الأعراض والأسباب، وأكيد للحديث بقية. إذن مشاهدينا سنذهب مباشرة بعد هذا الحوار المهم إلى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والدكتور قلنا إنه هاي المنصات جزء يمكن من المشكلة، لكن أكيد كل شيء في حياتنا فيه إيجابي وسلبي، في خير وشر، فعلينا فعلا نحن أن نحسن ونختار ما فيه الخير لنا. إذن سنكون مع المتداول، وأكيد كل الخير في القادم، خليكم معنا.